لا حاجات كتير قوي. انا هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه يعني. يعني بص، اصل الاستاذ نور الشريف الله يرحمه نعم. يعني كان فتى احلامي وانا صغيره وانا طفله. والله العظيم كنت يعني عارف انت ازاي، كنت حبيبي دائما بقى بتفرج عليه وحاجات كده. طبعا احنا كنا صغيرين وبيجي بقى كتير فتفرج، فكان بالنسبه لي حلم 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 ان انا اشتغل مع استاذ نور الشريف، او حتى اشوفه، مش هشتغل مع، اشوف استاذ نور الشريف بصراحه. فانا اول يوم شفته دي كانت كوميديا، يعني انت لو كنت موجود كنت تموت على نفسك من الضحك طبعا. بس الحمد لله، الحمد لله اللي انا الحاجه على قد، عارفين ان في حاجه، انا على قد ما انت بتحب الانسان قوي قوي بجد من جواك، انا بؤمن بالطاقه انها ممكن توصل له. فهو كمان يعني انا مبدئيا حصل لي موقف يعني دايما بقوله ما اقدرش انساه ابدا طول عمري، لما اشتغلت شرف فتحي الباب مع دكتور يحيى الفخراني. احنا عارفين وقتها ان كانت دايما مسلسل دكتور يحيى الفخراني واستاذ نور الشريف هم دول اللي كانوا بيبقوا يعني رقم واحد. فلما اشتغلت مع دكتور يحيى ف يوم 28 رمضان لقيت مكالمه جايالي من الاستاذ نور الشريف اللي انا طول عمري بحبه. عشان كده بقول لك اما بتحب حد قوي 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 من جواك الحب بيوصل له. انا مؤمنه بكده تماما، انت فاهم قصدي ازاي؟ فكان حد صديق ليا عند، فبيكلمني بقى من تليفونه مش من تليفونه، فبقى ايه، فقال لي ازيك يا هبه، مش ناسيه، عمري ما هنسى ابدا الموقف ده، انت كنتي جميله قوي مع يحيى وشاطره وقدامك مستقبل كبير وان شاء الله تبقي حاجه كويسه وانا متنبئ لك وكده. مين حضرتك؟ الصوت انا عارفاه جدا بس مش قادره اقول ان هو بجد. قال لي انا نور الشريف. ايه استاذ نور؟ انا والله على السرير طلعت بتنطط مش فاهمه، عيطت مش عارفه، مش بجد انت بتتكلم في حلم بقى، حلم ان انت تشوفه او تسمع. قال لي ان شاء الله انت هتبقي معايا في المسلسل اللي جاي باذن الله. وفعلا يعني اخر الرجال المحترمون زي ما بنقول كده، فعلا اشتغلت معاه في رمضان اللي بعده. وكنت سعيده. انا اول يوم قابلته فاكره جدا، دخلت كانت ترابيزه قاعد عليها استاذ نور وكان عوضي، وكان اول حاجه وكان المنتج استاذ هشام شعبان واستاذ حسام شعبان والمخرج استاذ يوسف شرف الدين. وانا فاكره ودخلت من الباب كده، فتحوا لي كده الباب كان بيتفتح كده، فدخلت فانا لقيت استاذ نور، ف ايه ده استاذ نور؟ ودخلت وقعدت حطيت هو مبتسم بيضحك، وانا شايفه عوضي بيضحك والباقي الناس بيضحكوا عليا. انا عملت حاجات بصراحه مش ممكن يعني، انت فاهم متخيل؟ كنت مصدق. بحبه يا جماعه جدا، بحبه جدا، وطفله 16 سنه وبتحلم انها، فالحمد لله رب العالمين ربنا حقق لي حلمي ده. لا استفدت منه كتير. ودكتور يحيى ملك الاحساس. دكتور يحيى انا كنت ساعتها في ثانوي وكنت عايزه ادخل المعهد، حاولت بعد كده ان انا ادخل بس يعني ما حصلش، قصه بقى كبيره مش هنقعد. بس هو قال لي انت عندك احساس وانا خايف لو دخلتي المعهد الاحساس ده يروح. فخدت مني كلمه هو بص اكشن فظيع. هو قال لك ان احساس يروح في معهد سنة؟ لا هو قال لي انت انا بقول له انا عايزه ادخل بعد كده المعهد السينما، معهد مش السينما، معهد فنون مسرحيه. فهو قال لي انت عندك احساس الحمد لله، ف يعني اخاف ان انت لو دخلتي ودرستي اكتر وكده الاحساس ده تبقي تتصنعي يعني، فاهم؟ اوكي، دي وجهه نظر. يعني مش بس هو نصحني يعني، قال لي ساعتها بس انا دخلت يعني، حاولت ان انا ادخل بصراحه، بس الظروف يعني انا من اسكندريه وهنا وكنت باجي التصوير وبرجع وحاجات كده، فالظروف يعني ما ظبطتش بصراحه.
للاسف انا كنت نفسي ادرس جدا على فكره جدا جدا يعني. طب اصلا ايه اللي خلاك يعني انت كنت ثانويه عامه وبدات تخش مجال التمثيل، ايه اللي خلاك اصلا يعني ايه اللي قال لك ان انت عندك موهبه وتخش روح اجري تخش التمثيل؟ بص ازاي الفرصه اصلا؟ بص انا من وانا عندي 4 سنين وانا بتفرج على الافلام وقلد واتفرج مع نفسي كده، وبحب الممثلين جدا وشوف الفيلم يعني العب. ولما باجي انا فاكره صحابي كانوا بيكرهوه جدا الحته دي فيا، انت جاي تلعبي معانا ما تقولناش بقى نلعب تمثيل. انا كنت بلعب من وانا صغيره اقول لهم ايه، تعالوا في الصيف نجيب الفلوس ونقطع ورق ونلعب، انا بقى ابقى مخرجه كمان يعني احب اخرج مش والله العظيم اقول لهم مثلا انت هتعمل كذا انت هتعملي كذا مش عارفه ايه ونقسم البيت كذا وده يبقى هنا وده يبقى هنا وكده وده اتجوز ونقعد نتخانق مثلا وحاجه يبقى فيها خناق. فيلم بنعمل الفيلم ابقى انا شايفاه اصلا فبنعمل مع بعض فبنلعب، يقولوا طب ماشي هنلعبها وهم متضايقين بقى مش بيحبوا يعني انت فاهم ازاي، انا بس بحب اللعبه دي هنلعب بس بعد كده بقى هنلعب انا هتلعبي معانا كوره هتلعبي معانا مش عارفه ننزل نلعب ايه نعمل ايه، اقول لهم ماشي بس اول حاجه نلعب تمثيل.